كما ثمن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى. كان المركز قد تابع البيان الذي أصدرته الحكومة بشأن التحرك النشط الذي تقوم به الدولة في مجال الاستثمار. وأكد المركز أن الصفقة التي تهدف لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي تعبر وبالفعل عن أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة، كما يراها المركز بداية حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات، ما يؤكد الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتدشين مرحلة جديدة من الاقتصاد الوطني بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.